ناري البنات هاد القصة أنا جات لي الدموع حق الله، صعيبة بزاف حق الله. والله إلا جات لي الدموع هاد القصة عفتو ما قديتش حق الله. سبحان الله، ما إن شاء الله يا ربي لا يحرم شي واحد من الفرحة ديال العيد يا ربي. مساء النور ومساء الخير ومساء الزهر والورد والياسمين. البنات اليوم بكيت وبكيت 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 بكيت حتى نشفو دموعي كيف ما كيقولوا. هاد القصة هادي والله العظيم الا بكيت بزاف ديال القصص، ولكن نقدر نقولوا هادي راه بكيت فيها يمكن اكثر. داك الحزن لا حول ولا قوة الا بالله، ما غاديش نقدر نوصف ليكم الاحساس اللي حسيته ملي سمعت هاد الاخ هذا كيعاود القصة ديالو. قسما بالله واخا يكون القلب ديالك حجر، شتي يكون قلبك حجر جبل، غادي تبكي الا سمعتي هاد القصه ديال هاد السيد هذا. يا ربي يا ربي ما تحرمش شي واحد من الفرحه ديال العيد. البنات عافاكم الله يجازيكم بخير، تعاونوا اللي عندها يعني مناش تصدق صدقوا. كاينين اليتامى، كاينين الفقراء، كاين المسكين اللي ما لاقيش باش يشري العيد، وهاد السيد هذا والله العظيم البنات حتى اش غادي نقول لك، تألموا من القصة ديالو. واخا في الآخر غادي تفرحوا غادي يعجبكم الحال، ولكن راه غادي تألمكم بالمعقول. البنات ديروا لي جادو غير عجبتكم هاد القصة، وما تنساوش البنات الله يعطيكم السر تبارطاجيوها باش توصل للناس اللي عندهم الفلوس، باش يعرفوا ان كاينين الناس مساكن ما لاقيانش باش يعيدوا. بقاو معايا حتى النهاية باش ما نحرق لكمش التفاصيل ديال الحكاية. وبغيت نقول لكم هاد القصة فيها جوج ديال الأجزاء، الجزء الأول هو هذا، ولا لقيت تفاعل في القصة أكيد غادي نحط لكم الجزء الثاني في أقرب وقت. وقت عفوا. قالوا نفس الزمان الوالدين عطاهم التراب، والخوت عراهم الحساب، طمع يفرق الحباب ويرجع الخوت الدياب. شفت أهل المدينة يتخاصمو قبل الدفينة، الحي مازال يسمع والميت ضل غبينة. الخوات خاصمو قبل ما يتقاسمو، الخصام والملام بعد العشرة يدي للتهدام. الخصام وتضييق دي الفراق، نار الخوا ما تداوى. في الصغر خوخو رمان، وفي الكبر شوكو دربان، وكيتزوجو يوليو جيران وعديان. المحبة في صغر الحلاوة، وفي الكبر عداوة. خيمة الخوت مخيطة بالشراويط، إلا راحت النفس راحت الهمة، وإلا راح الراجل راحت الحرمة، وإلا راحوا الوالدين راحت اللمة. وكل واحد يلغى بلغاه، وحلي اللي يبكي على همه، وأنا رجايا في الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، حتى أنا اليوم جيت نشارك معكم المعاناة ديالي، ونشارك معكم واحد الحاجة وقعت معايا في بحال هاد الأيام المباركة. أنا خوتي جيت نشارك معكم تجربتي، وبغيت قصتي تكون عبرة جميع الناس وجميع الشباب، ونتمنى القصة ديالي تفيدكم يا سيدي يا ربي. قبل ما ندخل في المشكل ديالي، ما فيها باس نعرفكم على هذا العبد الضعيف. انا محمد، عمر ديالي 40 سنه، متزوج وعندي 4 ديال النفوس، 3 البنيات وولد واحد. انا الخوت كبرت وعشت في نواحي التوريت، دوس ايام الطفوله ديالي اللي كانت عاديه، قريت حتى انا من روض حتى القسم السادس ابتدائي. انا غير تعلمت نكتب ونقرا وخرجت من المدرسه، حيت الظروف ديالنا ما كانتش كتسمح لينا. خرجت من بعد منها كنت كنتعاون مع الوالد، كانت عنده واحد القهوة في السوق، كان كيوجد ليهم القهوة وأتاي ولاد السبيصارة والحريرة. أنا كل السوق كنت كنمشي مع الوالد، كنت كنخدم معاه، هو مرة مرة كان كيدور معايا وما كانش كيعطيني بزاف، إلا عطاني وكتر ليا كيعطيني 10 درهم في النهار. واخا كانت أنا كنضل واقف على رجل وحدة، كنسر بيع للناس وكنغسل ليه المواعن، وحتى ملي كيكون كينقط الخضرة كيعطيني نعاونو فيها، وفي الآخر كرمل لي 10 دراهم ولا ما كايناش. ما كانت كتقدني حتى في شي حاجه، حيت انا كنت كنبغي نشري بها الحلوه الزريعه وندي لخواتاتي، حيت كل سوق كانوا كيرغبوني باش نشري لهم شي حاجه ونديها ليهم. واخا هكداك كنت كنقول معليش اللهم ناخذ ديك 10 دراهم عند الوالد ولا نبقى جالس. ايوا داكشي اللي كان، بقيت خدام على راسي وكنت ترونكيل. واخا كانوا قرانين بلي في داك الوقت، ها اللي كيمشي للبيران، ها اللي كيمشي للقهوي، ها اللي كيمشي للعب كره، اما انا ما كانش عندي غرض في شي حاجه، العكس ديال خوتي. مع انا قليل الزر وخا نخدم الليل مع النهار، خدمتي وتمارتي ما كتبانش عليا قدام الوالدين ديالي، وهما كيفضلوا خوتي عليا وخا هما ما كيخدموش قدي، حيت كانوا كبر مني ومبليين وكل واحد فيهم باش تبلى، الا انا اللي كان خاطري من داكشي كامل. المهم الخوت بقيت خدام وكنعاون الوالد ديالي وعايش حياتي عاديه. من بعد ما درت 18 عام بغيت نهز الساكي ونمشي نخدم على راسي،
وكنت ناوي نمشي للخارج حارق. صافي حتى نويت وبغيت نمشي، ولكن الوالد ديالي الله يرحمه ما بغاش وقال لي ما غاديش تمشي، وهالصغط هالرضا وانت تسمح فيا وتمشي. منين بغيت تمشي انا شكون يبقى معايا وشكون يعاونني على خوتك؟ ايوا بقى شاد فيا وما خلانيش نمشي. صافي رجعت عاوتاني جلست وما بغيتش نسمح فيه. قلت مع راسي الوالدين اهم شي مستقبل ومشي حياه كامله، والربح من الوالدين والخساره من الوالدين، وداكشي اللي كان. صافي بقيت معاه وكنت كنخدم معاه في ديك القهوه ديالو اللي عنده في السوق، كان عايشين حياتنا اللي كانت جدا عاديه. هي هذيك خوكم كان دخل السوق راسو من السوق للدار ومن الدار للسوق، وقليل فين كنمشي مع ولاد الدرب كنريحو فواحد البلاصه خاويه، كنجلسو كنتجمعو كنضحكو من بعد كنرجعو للدار. ايوا انا هكذا مشات الحياه ديالي حتى درت 22 سنه في العمر ديالي. فهاد السن هذا انا شفت واحد بنت عمي عجبتني، وكانت اول مره نشوفها حيت هما كانوا ساكنين في تطوان وما كيجيوش بزاف. داك المره جاوا لواحد العرس في العائله، ملي شفتها عجبتني، وماشي غير عجبتني حمقاتني. واحد البنت لي طرونكيل بنت دارهم زوينه، وما نكذبش عليكم ملي شفتها وانا حاط عيني عليها في الاخر مشيت عندها قلت ليها بنت عمي راكي عجبتيني، واش ممكن تبغي تهضري معايا في التليفون؟ ما بغاتش. قالت لي لا ولد عمي غير سمح لي ما نقدرش. قلت لها علاش؟ قالت لي خوتي دائما كيفتشوا لي التليفون ولا لقاو مرتك عندي غادي يخاصموا عليا. قالت لي الا بغيتي تتكلم معايا صوني على ماما وانا نهضر معاك بالرقم ديالها. قلت لها واخا ما يكون غير خاطرك. شديت من عندها الرقم ديال مرات عمي سجلته عندي. هما من بعد داك المناسبه رجعوا لتطوان. ايوا ما نكذبش عليكم مني مشات بنت امي وانا كنفكر غير فيها، كنت كنشوفها قدامي صباح وعشيه، دائما الصوره ديالها وصوتها كيجي قدامي. مني كنبغي نسمع صوتها كنتصل بمرات عمي وكنقول لها دوزي ليا فلانه نهضر معاها. ايوا كنت كنشد انا وياها الهضره بالساعات، حتى هي كانت معجبه بيا. انا ما بغيتش نضحك على بنت عمي حيت كانت نيتي معاها صافيه. مني شفتها قلت نتزوج بها الا بغى عمي يزوجها ليا. ايوا داكشي اللي كان. انا ملي كنت كنهضر معاها قلت لها شوفي بنت عمي انا راني باغي نتزوج بك الا تقبلي عليا. قالت لي ولي غادي نلقى احسن منك ولد عمي، واخا نعيا نقلب ما غاديش نلقى احسن منك، ولكن خاصك تصبري عليا شويه حيت انا عاد كنقرا ومازال عندي عامين على الباك عاد نشدو ديك الساعه يكون خير. قلت لها لا ماشي مشكل حتى انا نكون جمعت شويه باش ندير العرس. قالت لي واخا صافي. كنت فرحانه بزاف. ايوا يا خوتي درت بنت عمي بين عينيا. بقيت كنخدم مع الوالد الصباح والعشيه، وفي الليل كنمشي ندير سربي في واحد القهوه اخرى. كنت كنخدم الليل مع النهار، واخا الناس غير ثلاثه السوايع ما كانش عندي كرام ديال المشكل، واللي كان كيهمني من هادشي كامل هو نجمع طريف ديال الخبز حلالا طيب باش انا بني الاسره ديالي. بقيت شاد في الصح وفي نفس الوقت ما بغيتش نتخلى على الوالد حيت كان راجل كبير ومريض، وحتى خوتي ما كانوش معاه رجال، حتى واحد ما كان كيعاونو. واخا كانوا كيدباني وراسهم والله الخوت ما كيدخلوا في يديهم حتى جوج يترو ديال الزيت ولا كيلو ديال الطحين. هما عادي لما لقاوش الحاجه في الدار كانوا كيبقاو يزنفطوا على امي وكيقولوا ليها بغينا هذيك وديك، وهي مسكينه كتمشي تسلف وتتكلف ولا تهزب الكريدي على مول البقال وتجيب ليهم الحاجه باش يكونوا هما على خواطرهم. المهم ما علينا، انا بقيت على تواصل مع بنت عمي، وكنت ناوي ندير ليها البيت ديالها وندير ليها شي عيشه اللي تكون في المستوى ديالها. واخا كانت عندي القضيه ضعيفه قلت ماشي مشكل نطيح ونوض حتى نوقف على رجلي. ايوا بقيت كنساين في هذاك العام العام الثاني حتى كملت القرايه ديالها وشدت الباك ديالها. انا في ديك المده هذيك كنت جامع واحد البركه تحسن مني، وقلت منها نخطب ومنها نفرش البيت ديالي ونزيد شويه وندير العرس. كنت ناوي ما نطلب من الوالد حتى ريال. ايوا داكشي اللي كان. من بعد ما كملت بنت عمي الباك ديالها قلت ليها شوفي بنت عمي انا غادي نجي لداركم باش نخطبك من عند عمي. قالت لي ايوا مرحبا بك نهار كبير هذا والدار هذا داركم. فرحت بزاف ملي قالت لي بنت عمي هاد الهضره هادي، ووافقت انها تزوج بيا حيت بلا ما نفتخر ليكم براسي كنت غير على قد الحال خدام غير سرباي ما عندي لا دار لا دوار، وما قاريش بزاف ماشي بحالها هي حيت عمي لاباس عليه وخوتها كلهم موظفين، وزيد عليها قاريه ومثقفه وزوينه من الفوق. المهم انا غير قطعت عليها مشيت عند الوالده قلت لها امي اجي نقول لك. قالت لي شنو ولدي؟ الله يسمعنا خير. قلت لها امي اني بغيت نكمل ديني وبغيت نتزوج. هي تقول لي اوليدي راك باقي صغير اش من زواج هذا؟ قلت لها امي ما صغير ما والو ياك با منين كان قدي كان والدني. قالت لي وهذاك زمان وهذا زمان اخر، واش ولدي الزواج راه ساهل؟ واش انت غادي تقدر على المسؤوليه؟ قلت لها امي غير زوجوني انا قد براسي. قالت لي شكون هذه اللي غادي تبغي تزوج بك انت؟
ضقت بزاف، قلت ليها فلانه بنت عمي وراها قابله تزوج بيا. امي غير قلت ليها فلانه وهي ضرب الطب ما قالت والو. شتا عجبها الحال وفرحت، حيت فعلا بنت عمي بنت الله يعمرها سلعه، وحتى مرات عمي بنت الناس وخيرها علينا سابق. المهم امي ما لقيتش معاها المشكل وما قالت لي والو، ولكن في الوالد في الاول تغنى معايا، هو كان عند بالو غادي غير نتزوج ونخوي به ونخليه بوحدو. قال لي واش انت باغي تزوج وتخليني وانا شكون يعاونني في القهوه؟ وانت كتشوف انا ما عندي لا صحه لا جهد، شكون غادي يعاونني وخوت كل واحد ما كيهز معايا حتى الكرسي من الطريق؟ قلتيها الوالد واخا حتى نتزوج غادي نبقى معاك، راني باغي نكمل ديني وندير الحلال، ماشي باغي نخليكم شي. وزيد بنت عمي غادي تسكن معانا هنايا، وانا كيف اليوم كيف غدا هاني معاك حتى تفرقنا الموت. ويقول لي يا ولي راني راضي عليك وعاطيك الرضا اللي ما يبلا ما يقدر. بس ليه الدوك ليها الوالد هي تمشي معايا نخطبو بنت عمي. قال لي وان شاء الله خليه حتى يفوت السوق بعدا، وديك الساعه نشدو الطريق لتطوان. ايوا داكشي اللي كان الخوت. من بعد السوق شرينا شي حويجات بغينا زعما غير نفرحو بهم بنت عمي. امي شات ليها 10000 ريال ديال الحوايج، الريحه الحنه شريبه القميص، المهم دينا ليها خطابه اللي كانت بسيطه وصافي. مشينا النهار كامل حنا شادين الطريق حيت كان الحال بعيد بزاف. ايوا غير وصلنا لتطوان اتصلنا على واحد ولد عمي قلنا ليه يجي عندنا المحطه، حيت ما كنعرفوش الطريق للدار ديالهم، حيت انا اول مره نمشي لعندهم لتطوان. المهم ولد عمي جدا من المحطه مع كان عندهم ما كان مع كان عندهم الخبر بلي حنا غاديين عندهم. ايوا هي هذيك شو عندنا حتى المحطه، هزونا مشينا للدار. صراحه كنت حشمان وخيفان، وكان عندي واحد الاحساس اللي فشي شكل، حيت كانت اول مره نمشي نخطب شي وحده. ومشينا وصلنا كلسنا ارتاحينا، عمي ولادو كان عندهم الخبر بلي حنا غادي نمشيو عندهم، ولكن ما كانوش عارفين بلي حنا باغيين نخطبو من عنده البنت. من بعد ما ارتاحينا شويه شربنا اتاي، الوالد قال لي اخويا فلان انا اليوم راني جيت عندك باش نخطب عليك فلانه بنتك. الولدي فلان عمي شفت فيه وجهو حمار وتزنق، شاف فيا انا غير شاف فيا حطيت عيني للارض. عمي در الطم وما قال والو. رجع الوالد وقال له ايوا شنو قلت اخويا، واش عطينا البنت لولدي ولا شنو؟ ونرجع انا وياك نساب، بقى غير كيشوف فيه، شاف فيا وقال له واخويا خلي هاد الهضره من بعد، انت دابا جاي على طريقك وعيان ويلاه وصلتو من بعد ونهضرو في هاد الشيء. ايوا داك الشيء اللي درنا، ضالين معاهم داك النهار تعشينا بيتي متعودين. الغد لي حنا عاده كنفطرو، عمي جبد الهضره على الوالد بحال قال لينا نوضو تمشيو بحالاتكم. قال له شوف اخويا انا غادي نجيك مال الاخر وما غاديش نقدر نعطي بنتي لولدك. انا كنت هز الكاس ديال اتاي في يدي، ما حسيت بيا الخوت حتى طاح ليا من يدي. شفت في عمي ما قدرت نقول ليه والو، ما قدرت نقول ليه لا علاش عمي ولا كيفاش. نطقت امي وقالتها بلاصتي، قالت ليه ايوا علاش السي فلان مال ولدي واش ما يستاهلش بنتكم؟ ولا نطق عمي قال ليها انا بنتي باغيها تقرا وتوصل ماشي تزوج وتمشي للتاوري تقتلها العجاج. سمعوا لي غادي نقطع، غادي نقطع لكم، غادي نقطع القصه ديال الاخ ديالنا سي محمد وغادي نضحك على خاطري. والله اخويا هذاك عمك ما كذب. حيت انا في كرسيف وتوريت غير في الجدار هاد ودني، حنا وتوريت جيران، حنا توريت قريب علينا او بعيد علينا نقدروا نقولوا بشي نص ساعه ديال الطريق، ساعه قلب بحال هكاك كيقتلنا العجاج. عندكم كرسيف توريت والعيون وحتى وجده، هادو فيهم العجاج، ولكن كتبدا من عندنا حنايا من كرسي وكتجي غادي. ودي لا حول ولا قوة الا بالله، العجاج يا العجاج، ايوا الحمد لله قابلين عليها وقابله علينا، اللهم لك الحمد. راه اللهم لك الحمد، ناس طيبين ديال الشرق والله يعمرها سلعه والحمد لله. واخا العجاج قاتلنا الصراحه، حنا انت بعدا راه قال ليكم عمك راه توريت فيها العجاج، حنا كيقولوا لنا الكرسيف والعيشه بالسيف وسروال القصيف والعجاجه في الصيف. المهم غادي نكمل لكم، سمحوا لي لقطعت لكم. المهم قال لينا عمي انا ما بغيتش بنتي تزوج وتمشي لتاوريت يقتلها العجاج. الوالد ما قال والو، امي بقات كتهضر مع عمي. قالت ليه مال تاوريت ماشي كنتي فيها شحال هادي؟ قال ليها انا كنت فيها وعارف شنو فيها، هادشي علاش انا باغي لبنتي ما احسن، وفي هاد الوقت خطب لبنتك ما تخطب لولدك، وانا بنتي قريتها باش توصل للاحلام ديالها ودير شي حاجه في حياتها بحال خوتها، ماشي نزوجها ونغصبها في حياتها. المهم عمي تكلم معانا قاصح وطفى لينا الضوء اللي كنت شاعل لمده ديال عامين. عامين وانا كنحلم غير امتى يجي النهار اللي نخطب فيه بنت عمي،
ولكن الخوت مع كامل الاسف امي ما بغاش، وكان قال لينا سمحوا لي انا ما غاديش نعطيكم البنت، ولا كنتي باغي تزوج بها عندك شرط واحد، تزوج بها وعيش انت وياها هنا في سيطون، وتخليها تقرا قرايتها وتسجل في الجامعه. شفت في الوالد وكنت حاس به بلي خايف نوقفك ونجلس عند امي على قبل بنته ونسمح فيه هو وامي. ايوا انا بقيت كنشوف قلت الزواج اللي كيبدا بالشروط ويكمل بالشروط ما غاديش يسخر الله فيه، ومن الاحسن ما عندي ما ندير بهذا الزواج هذا. المهم نضنا ديك الساعه ورجعنا على طريقنا. الله يا خوتي الا مرضت قتلاتني الفقصه، وما رضيتش قدام عمي حقرني وحقر الوالدين ديالي قدامي، ولا ما عجبنيش واللي ما عجبنيش ومرضني هي بنت عمي. ما نطقت ما قالت لهم انا قابله عليه، ما بينت لي شي حاجه، ما بينت ليش بلي هي فعلا قابله عليا كيف ما انا كنت قابل عليها وكنا متفاهمين انا وياها، ولكن مع كامل الاسف ما دارت حتى رده الفعل. المهم جبت شهرين وانا مريض من الداخل ديالي، واخا ما كنتش كنبغي نبين لهم شي حاجه. انا كنت مكسور غير من الداخل ديالي وغير مع راسي. صافي تما ضربت على الزواج وقلت ندي غير في راسي وخدمتي. داك الفلوس اللي كنت جامع زدناها في القهوه الطوابل والكراسه وكبرنا المشروع ديالنا. بقيت خدام مع الوالد وكاس برده ديالو، كنت انا هو العكاز ديالو حيت كان كيبقى فيا الوالد مسكين كان مريض وعيان كيمشي للطبيب. المهم بقى خدام على راسو، عفوا بقيت خدام على راسي وكانت خدمتي غير مع الوالد. دازت واحد العامين ونص هكداك نضو الام ديالي قالوا لي فلان نضج مع راسك وتزوج، عمر دارك ودير وليداتك، منين خوتك ما بغاوش يتزوجوا نوض انت تزوج. انا في الاول ما بغيتش، ولكن منين قنعوني نتزوج وافقت قلت فيها خير. ايوا داكشي اللي كان. توكلت على مولانا ومشيت مع الوالد نخطبوا واحد البنت من العائله، هي ساكنه فواحد البلاصه خارجه تاوريت غير فواحد العروبيه، وفي نفس الوقت من العائله ديال امي. ايوا انا درت يدي في يد الوالد ومشيت معاه. الصراحه في الاول كان خاطري مقبوض عليا وما ارتاحيتش، ولكن ملي وصلنا عند الناس لقيناهم ناس دراوش على قد الحال، البنت حتى هي ما فيها ما يتعب. قلت نتوكل على الله وداكشي اللي كان. حنا خطبنا البنت من عندهم على سنة الله ورسوله، هما وافقوا يزوجوني بنتهم. سبحان الله ما تشرطوا لينا، ما طلبوا مني ندير لبنتهم ونصنع لبنتهم. قالوا لي حاجه وحده بغينا منك تصلى فيها. قلت ليهم غير كونوا هانين، انا غادي ندير كل ما في جهدي باش بنتكم تكون في الحفظ والصون. المهم هاد خوكم العبد الضعيف خطب البنت. من بعد الخطابه بشي ايام قليله جلست انا وياها غير على ما قدت البطاقه الوطنيه، عطيناهم فلوس الصداق، زهجات جمعت راسها. من بعد اشهر على ما دخلت انا واحد السرير لبيتي فرشتو، هي زهجت الزاج ديالها دارت عرسي وجبت مراتي للدار ديال والديا. كل صراحه كنت فرحان بلا قياس وقلت الحمد لله حتى انا درت الحلال وتزوجت. وداك الشيء اللي كان. هاد المرأة اللي ديتها كانت معايا بنت الناس والله يعمرها سلعة، بنت الدار الكبيرة العقل والرزانة، ما فضلتها قدامكم. الحمد لله مراتي طلعت الله يعمرها سلعة، وحتى مع خوتي والأهل ديالي كانت دايرة اللي عليها ومعتانية في أمي وخوتي، وكل واحد كدير ليه الخطر ديالو. أمي كانت عزيزة عليها هاد البنت هادي، كانت كتقول ليها غير أمي فلانة الحصول السيدة ما فيها ما يتعب. إيوا أنا مني شت راسي تزوج درت المسؤولية فوق راسي، قلت نتوكل على الله ونزيد نزير راسي أكثر من الأول. فعلا كنت أخوتي شاد في الصح وخدام داك المشروع ديال الوالد كبرناه. رجعت عندنا القهوة كبيرة كاع السواقة كانوا كيجيو يتغداو عندنا، مع زدنا اللي عاوننا في الطياب. درت جوج عيالات شي كطيب البصارة والعدس والحمص شي كدير الدوارة والحوت. أنا كنت مكلف بالكليان كنسر بيهم، اللي بغى شي حاجة كيعيط ليا، أما الوالد مسكين كان عيان يلاه كان كيتخلص وكيرد الصرف للناس. بقينا خدامين على ريوسنا وعايشين حياتنا بحال جميع الناس، واخا كانوا كيوقعوا لي المشاكل مع خوتي بالخصوص من شافوني تزوجت وخدام على راسي. ما كنتش كنديها فيهم، كنخليهم يقولوا اللي بغاو وما كنديرش راسي فيهم. ايوا هذيك هي. من بعد 3 ديال الاشهر على زواجي مراتي طلعت حامله، واكيد انا بحال اي رجل كيسمع مراتو حامله كيفرح، وكنت طاير بالفرحه، وكنت داير لمراتي بحال الماء القليل حيت لقيتها طلعت معايا مرا ونص، ما كانت كتعاوني حتى في الخبز والحرشه والمسمن. الكليان هي اللي كانت كتخدم غير في الدار، كانت كدير لي غير الكليان داكشي، وانا كنت كندي السوق. كانت كتفيق مع 3 ديال الصباح كتعجن 3 ديال العجنات، ما كتجي 12 ديال النهار حتى كتكون ضربت هي امي 80 خبزه، كنخليهم حتى كيوجدوا يسالي وعاد كنمشي نجيبها حيت الناس كانت كتطلب لينا الخبز ديال الدار، وزيد لقينا فيها المخروج اكثر من هذاك ديال السوق. ايوا حنا هكذاك كنا وهكذاك بقينا. من بعد مراتي ولدت ليا بنتي الاولى، درت ليها اسبوع ودازت الامور كلها بخير وعلى خير. تقريبا من بعد اسبوع ديال بنتي الوالد عندنا مرض مسكين وعيا، ما بقاش قد يخدم ولا يتومر. رجعت انا اللي مقبل راسي
وقليل فين خوتي كيجيو يتعاونوا معايا وما كيجيو عندي حتى كيقرب السوق يسالي. ما كانوش كيبغيو يخدموا رزق باهم، هما خاصهم تجيهم بارده حتى للدار بلا تماره. بقيت خدام وشاد البلاصه ديال الوالد. من بعد اعوام مراتي طلعت حامله للمره الثالثه. الحمد لله هاد المره ربي عطاني جوج بنيات توام، فرحت بهم وكبرت بهم كيف ما فرحت بنتي الاولى. فرحت بهم هما، ولكن مراتي ما بغاتش قالك علاش هي تولد غير البنات وتولد جوج دقه بحده. خصمت عليها وقلت لها ما تقوليش هكذا، بالعكس قلت لها بالعكس هاد المره الحمد لله وشكره ربي راه كبير والرحمه ديالو واسعه، ما كاينش بحال البنات، راهم رحمه من عند سيدي ربي. ايوا هي من بعد برضات بالقسميه ديالها وحمد ربي وبفضل الله كبرت العائله ديالي وتبارك الله ولاو عندي ثلاثه ديال البنيات اللي كانوا ما شاء الله عليهم. ما نكذبش عليكم كانوا هما باب الرزق بالنسبه ليا، حيت ربي فيض علينا من خيره ورجع عندنا المدخول زوين والربح كاين والحياه بدات كتضحك لينا. خوتي ملي شافوا القهوه خدامه مزيان وانا كنربح فيها واحد النصيب قالوا هذا باين هذا غادي يطمع في كلشي وغادي يدي لينا كلشي. ايوا نوض واحد الصباح بكري سبقوني للسوق حتى هما قال كيقبلوا القهوه. انا مع كنت غادي معاهم بالنيه ما كانش عندي مشكل وما فيها باس، حتى هما يعاونوني يخدموا رزق باهم. بقينا خوتي بحال هكذاك، من بعد غادي نبقى نطيح معاهم بزاف ديال المشاكل. هما كانت فيهم المحاسبه بلا قياس، قالوا لي ماشي انت تزوجتي وولدتي بناتك وحنا تاكل لينا رزق الاب ديالنا. وييه الوالد هذا عايش وهما كيطلبوا حقهم. تعصبت منهم ومتحيحت عليهم مزيان. هما بغاو يخرجوني من القهوه ولكن انا ما بغيتش نسمح في الخدمه اللي خدمت فيها سنوات. راه خوتي منين كانت عندي 12 عام وانا مع الوالد، بديت مع الوالد غير باتاي وبالخبز. منين تبارك الله كبرت القهوه كبر المدخول بان ليهم رزق باهم. ايوا انا وياهم نودنا قرباله. واحد النهار في القهوه قدام الناس انا ما كنتش كنبغي نبين قدام الوالدين ديالي بلي حنا كنتناقشوا على القهوه، كنت كنوض معاهم قتله برا وكندخل عادي وما فراسي ما يتعاود غير باش الحاله ديال الوالد ما تزيدش تسوء وما يزيدش يمرض. المهم بقينا مدكين غير بيناتنا حتى قدر الله على الوالد وداه الحياه. الوالد مسكين مات الله يرحمه ويوسع عليه، ما نكذبش عليكم بكيت عليه وما صبرتش وما قدرتش نصبر على الفراق ديالو. شهرين وانا مصدوم، ما صدقتش شهرين وانا كنحس براسي مرفوع. ملي دات المده ديال الموت رجعت الامور للطبيعه ديالها. ناضو خوتي وخواتاتي، وييه خواتاتي اللي صراحه كنت انا كنصور 10 دراهم وكنجيبها لهم زريعه وقوقو من السوق، حتى هما ناضو وقفوا لي بحال شي عدم وقالوا لي بغاو حقهم لا من القهوه ولا بالدار. حنا كانت عندنا الدار صغيره، ناضو الخوت قسموها معايا بالمترو، جاني بيت واحد انا ومراتي، اما القهوه قالك ما تخدمش ودير الجيب كلشي تحط في الوسط. بغيت غير نخرج الفلوس ديالي اللي خسرت عليها حيت كانت كتخص كيخصونا بزاف ديال الحوايج فيها، كنت انا اللي كنشريهم فلوسي من مالي الحر. يوم جات للصح طمعوا في كلشي، كثر من 14 سنه ديال الخدمه في ديك القهوه، ونهار ناضو خوتي ضربوا ليا كلشي في الزيرو وزمتوني الزمته ديال الصح. ورجعوا كيتحاسبوا معايا على الدرهم، الدرهم هو الاخر الا دخل لاكيس كيتحاسبوا معايا عليه. والمشكل هما باغيين الفلوس وباغيين حقهم وياكلوا ويشربوا فيا انايا، وانا اللي نخلص الماء وانا اللي نخلص الضو والمصروف ديال الدار كامل على حسابي انايا. ايوا ما نكذبش عليكم، مليت وكرهت ولقيت راسي انا اللي ضايع وانا اللي واكل الدق في الوسط ديالهم. صافي ملي لقيتهم كيتحاسبوا غير على الحاجه اللي بغاو قررت حتى انا ندافع على راسي ونجيب حقي منهم. ما ناكلش ليهم حقهم وما نسمحش ليهم في حقي باش ياكلوا ليا. صافي هي هذيك زيرت الصمتة رجعت الى دخلت للدار غير كيلو ديال المطيشه كنحسبوا عليهم الى عمرت البوطه وجبت الطحين حتى هو كيتحسب عليهم. ايوا هما ناضوا لي واحد النهار قالوا لي ما يمكنش انت عندك ثلاثه ديال النفوس ومراتك من الفوق وتحسب علينا حنا كلشي المصروف يتقسم في النص، انت نصك بوحدو وانا وخوتي النص. انا ما عجبنيش الحال، ناضوا تشدوا معايا سبوني ما خلاو فيا غير اللي نساو. ما قلت لهم والو، بقيت صابر صابر على وجه امي، ما بغيتش نخليها في المشاكل معانا. معايا كانوا خوتي كيمشيو كيشكيو عليا وهي كتبقى ترد الخطر ديالها وكتعصب. المهم انا بقيت صابر على داك الحال على قبل الصحه ديال امي. بقينا هكذاك حتى لواحد النهار خويا الكبير ناض قلل الحياه على مراتي طيح لي الهضره عايره بيا. انا في الدار سمعتو بودني ما عجبنيش الحال، قررت نسمح ليهم في كلشي ونخرج من عندهم، ما بغيت منهم والو. داك النهار نوضنا واحد الخصام لي كبير لدرجة دخلت الناس وفرقت بيني وبين خويا الكبير. هزيت مراتي وبناتي قلت الام ديالي الله تمشي معايا، انا مابقيتش باغي نجلس معاهم هنايا. عيات فيا امي وليدين على الشيطان ودوز خلي بناتك في وسط عمامهم وعماتهم، فين باغي تمشي بيهم؟ قلت ليها امي صافي طرف ديال الخبز
حرام عليا هنايا وحرار عليا معاهم، وما بقيت ما نزيد نصبر مع هاد خوتي. ودابا بمي جمعي ساكا ويلا تمشي معايا. مي شافت فيا قالت لي يا ولدي الا بغيتي تمشي الله يعطيك السلامه، انا ما نخليش داري ولادي ونتبع مراتك. مع العلم مراتي كانت دايره ليها اكثر من بناتها، والله العظيم الا اكثر من بناتها. النهار بغينا نخرجوا قلت لها تمشي معايا، قالت لي ما نتبعك لا انت لا مراتك. كذبش عليكم، بقى فيا الحال بزاف من امي، ولكن قلت معليش هي امي وخاصني نصبر لكلامها. درت لي عليا وعيد نرغب فيها باش تبعني وتمشي معايا، ولكن هي فضلت خوتي عليا وفضلت تبقى معاهم. صافي خليتها بها ولادها وبناتها ومشيت غير انا وبناتي، ما ديت من عندهم حتى شي حاجه من غير الكسوه ديالنا وحوايجنا اللي شريناهم بحرها. لميناهم حيت مراتي في الداز ديالها كانت شرات مونطات وماريو والحوفه ومخد، وانا كنت شريت واحد السرير. المهم جمعت حويجاتي مشيت شت واحد السرير جمعت فيه كل شيء ومشيت نسابي للعربيه، حيت ما كانش عندي فين غادي ندي بناتي وكانوا الشموشات عليهم. ايوا حتى رصيت راسي ودبرت على الكرا ونزيدكم. مراتي مسكينه عطاتني خاتم زواجها وواحد السنسله كانت معوقه، وعطاتني باش مشيت كريت واحد البيت وكوزينه وحمام فين حطينا حويجاتنا وسقرنا فيه. ايوا انا من بعد ما لقيت الدار هزيت رحيلي ونزلت للتوريث مره اخرى. واخا الصراحه في الاول جاتني القضيه صعيبه وبزاف، ما كانش عندي الفلوس والخدمه ما كايناش، الحاله ديالنا كانت كتشفي ما نكذبش عليكم. دوزت واحد الفتره من حياتي لا انا ولا مراتي ولا بناتي خايبه وبزاف، ما كنتش كنلقى باش نجيب حتى كيلو ديال البطاطا حيت الخدمه كانت عندي قليله. نهار نخدم وسيمان كنجلس واللي جمعتو يلا كنخلص به الكرا. حنا واخا كنا في الفقر والحاله ديالنا ما مستقرش، على الاقل تنيت من المحاسبه ديال خوتي. واخا طلعت انا هو الخاسر وانا اللي ما رابح والو حيت سمحت ليهم في الجمل بما حمل. ايوا يا خوتي كنت كنخدم على راسي، واهم حاجه عندي كنخدم بدراعي وما كنمتشدي على رزق ديال عباد الله، وكان حكولها حلالا طيب. واخا شحال من مره تعرضت عفوا عليا خدمه فيها الغش والتشفاريت ولكن ما بغيتش نخدمها. واحد الشهر كنت دخلت لواحد الشركه ديال الالبان وبلا ما نذكر النوع ديال الخدمه، خدمت واحد 15 يوم هكذاك وانا نشوف الناس كتخدم الغش وكتغش في داكشي اللي كيخدموا. ما عجبنيش الحال، منين هضرت وقلت لهم داك الماده ناقصه قلت لهم هادشي غلط وغش نادو جراو عليا من الخدمه. عاوتاني مشيت خدمت في واحد المارشي عند واحد القزار. ايوا غير دوزت معاه السيمانه الاولى شفت شي حوايج ما هماش، الراجل كيطحن الكفته غير الجلود والشحمه واللحم الشارف كيبيع لعباد الله، اما الذبيحه واخا تكون جايفه كيقطعها ويعلقها ويحلف عليها باقا طريه. الاخلاق ديالي ما سمحتش لي نغش الناس. حطيت لي الطبليه ديالو ومشيت خدمت في الاسواق، درت حمال بواحد الكروسه وكنت خدام على راسي بالحلال. بقيت بحال هكذا تقريبا 6 ديال السنوات مدور الحركه عايش باش ما عطى الله، ولكن من بعد غادي تزير عليا بزاف حيت مراتي حملات وكانت مريضه، ومن نهار حملات وهي في الطبيب انا وليت كنشري الدواء لمراتي كثر ما كنصرف على الدار. فعلا رجعت الحاله ديالي تازمات. واخا هكذاك كنت كنتسلف من عند هذا وذاك، ولي دقيت عليه الباب فتح لي وعطاني. صراحه الناس كانت كتعامل معايا مزيان وانا كنت كنخدم المعقول معاهم، وما عمرني كليت عرق الناس ولا غشيت ولا كذبت على شي واحد، وكنت كنسلك رجلي وكنوغل الرجل الثانيه. واللي زاد ازمني كثر هي كورونا. في كورونا مراتي ولدات وهاد المره جابت لي الولد، اكيد فرحت به بزاف. نط عاوتاني تسلفت وتكلفت ودرت لولدي السبوع واخا كان على قد الحال، شريت خروف غير ب 2000 درهم وذبحت لولدي السميه ديالو. ديك الساعه كانت القضيه عندي ميته مره واحده حيت الخدمه والو اللي وقفت عليه كيقول لك ما عنديش الخدمه وما عنديش فاش نخدمك، مع كل شيء كنسد. ايوا خوكم ما لقى ما يخدم غير كان ديباني وصافي، حيت الازمه ديال كورونا كانت على العالم كامل كما كيقولوا اذا عمت هانت، ماشي غير عليا انا بالخصوص الاشهر الاولى. لكن واخا هكذاك كانت البركه واكلين شاربين ناعسين، ما كنت مخصوص تمشي حاجه واخا نطيح في البير ونجيبها ليهم. كنت كنخرج من الدار مع الفجر ما كنرجع حتى للعشاء غير باش نخص ليهم حتى شي حاجه، ولكن ما كنوفرش الدرهم لا غير اللي كنشدو كنخسرو ما بين الكرا والمصروف. اما حتى الظلمه خليتو تجمع فيا واحد الفتره مع داك الاشهر ديال كورونا تسهلوا على الناس شويه في الماء والضو. المهم بقينا بحال هكذا واحد الاشهر تقريبا في العيد الفطر كنت شديت واحد المعاونه كانت خرجت ليا في كورونا وبها باش قدرت نخلص الكرا ونصرف واحد الايام. من بعد منها جا العيد الكبير. ايوا يا خوتي كنت نافض وما كان عندي باش نعيد. وكان هذا فقط الجزء الاول من القصه ديال هاد الاخ هذا سي محمد. سي محمد يا سي محمد ربي كبير والرحمه ديالو واسعه. البنات ربما ما غتفهموا والو في الجزء الاول، ولكن الجزء الثاني كيف ما كنقول لكم دائما ما خفيه كان اعظم ثم اعظم ثم اعظم.
هذا الجزء الثاني اللي غادي تسمعوا ان شاء الله وراه هذا بالحق لقيت تفاعل، ان شاء الله غادي ندير المجهود ديالي باش نحط لكم الجزء الثاني موراه مباشره. حاول البنات ديروا تفاعل في هذه القصه، الله يعطيكم الخير. قصه اقسم بالله العلي العظيم حتى تبكيوا. اللي ما بكاتهاش هذه القصه نعرف انها قلبها حجر، وربما القلب الحجر راه يبكي يبكي يبكي، حيت ما نكذبش عليكم البنات، غادي نقول لكم واحد الاحساس اللي فشي شكل عفاكم. بغيت هاد القصه بالذات بارطاجها في هاد العواش، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يسهل اموركم. راه والله العظيم ركيني بزاف الناس مساكن ما لاقينش باش يعيدوا ومحرومين من الفرحه ديال العيد. الا ساهمتوا في نشر هذا الفيديو ربما تاخذوا حسنات، ربما تكونوا سبب بزاف ديال الاسر يعيدوا بسببكم. والله العظيم البنات الا ما كنزيدش فيه راه غتسمعوا الجزء الثاني ديال القصه وغادي تفهموني علاش كنهضر. فعافاكم بارطاجيو عند خوتكم احبابكم صحابكم الناس اللي كتعرفوا في الفيسبوك في الواتساب في اي بلاصه او موقع تواصل عندكم في تليفونكم او في الطابليت ديالكم. عفاكم الا ما حاولوا انكم تبارطاجيو هذه القصه على نطاق واسع باش توصل للناس المحسنين، الناس اللي يعني عندهم الفلوس وما لاقينش كيفاش يسيروها، على الاقل يفرحوا غير الناس اللي ما لاقينش باش يشريوا العيد. والله لا يحرمنا، والله لا يحرمكم من الفرحه ديال العيد اللي ما بحالها فرحه. كنتمنى ان شاء الله كما قلت لكم دعموني بجيم كومونتير وقولوا لهذا السيد شي كلمه في حقه زوينه، لان هذا السيد كيف ما كان الحال واخا غلط فالحمد لله على الانسان كيعترف بالخطا ديالو، والله سبحانه وتعالى راه كما كيقول لنا يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، صدق الله العظيم. الى ان القاكم في الجزء الثاني عافاكم. الا كنتم مازال ما تابونيتوش في القناة تابونوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الحكاية وكذلك الأجزاء اللي أو الجزء اللي غادي نحط لكم ديال القصة ديال خونا سي محمد. بارطاجيو كما قلت لكم الرقم ديالي اللي بغيتو تتواصلوا معايا عبر الواتساب هو 0637054549، الرقم في صندوق الوصف كذلك في بداية الفيديو. إلى أن ألقاكم في الجزء الثاني تبقوا على خير، دمتم في أمان الله وحفظه وتبقوا على خير، وبسلام عليكم إلى اللقاء.